الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، تستمر هذه الانطلاقات، نستمر مع حضراتكم. هذا هو شوطنا 30 الخاص بفئة القعدان. طبعا اليوم يوم الحقائق في فترتنا الصباحية والمسائية، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. هذا هو صدارة ومقدمة الشوط، من يحتل وينطلق فيه رياض محمد بن جابر بن جار الله بن جابر المري مع المركز الأول ومع الصدارة، يحتل صدارة الشوط. المركز الثاني من الجانب الآخر الشعار العنابي اللي ينطلق بالمركز الثاني، رقمه محجوب عنا في سيارة النقل والإذاعة. صوغان يحتل المركز الثالث، حمد بن سعيد بن سالم بن لزيوح بن مسعود على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع شاهين غانم بن سيف بن ناصر الخميسي. والمركز الخامس، المركز الخامس رقم 37 ينطلق الناوي محمد بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري. أيها الإخوة المتابعون، أعلنت حضراتكم المراكز الخمسة الأولى عدا المركز الثاني اللي تعرفت عليه في هذه اللحظة، وهو حامل للرقم 25 جبل لفاهد بن سالم بن فاهد بن سالم الهاجري. هذا هو اللي يحتل المركز الثاني. إذن هذه نتيجتنا كاملة مكملة على حضراتكم. لا زالت الأمور في ترقب وفي حيطة وفي حذر من المضمرين، وهناك شعارات لم يحن وقت دخولها، شعارات لم يحن وقت دخولها. أشاهدها في هذه اللحظة تقترب تقترب رويدا رويدا. هناك متابعة من إخواني المشاركين، إخواني المتابعين، إخواني ملاك الهجن عبر شاشات قناة الريان على الهواء مباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي ومن كافة أقطار العالم لهذه الرياضة العربية الأصيلة. شوفوا المركز الأول رقم 18 رياض محمد بن جابر بن جار الله بن جابر المري مع المركز الأول، لا زال محافظ مسيطر محتل للصدارة، لا زال متمسك بعنان المقدمة، لا زال قائدا لهذا السرب وهذه المجموعة الكبيرة. حقيقة 61 قعود مشارك، أعداد هائلة تشارك. إن دل هذا فإنه يدل على نجاح سباقات الهجم في دولة قطر وفي ميدان الشحانية، في أيضا ظل ورعاية سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأيضا في هذه اللحظات أتابع الخطر قادم، أو تابع الخطر قادم يا مالك رياض. أشاهد أسماء قادمة، أسماء قادمة يا مالك رياض. رياض محتل للمركز الأول، محمد بن جابر بن جار الله بن جابر المري. المركز الثاني الناوي محمد بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري على المركز الثاني. شعار بن شير المركز الثالث، المركز الثالث رقم 50 هذا الخطير، هذا الخطير الأسد محمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي. قلت لكم الخطر قادم، ديروا بالكم عليه، رقم 50 هذا، هذا هو قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. والشعار يصل على مستوى المركز الرابع، وينطلق الفائز محمد بن سليم بن بخيت محمد الخوار. هذه لحظات الناموس. شوفوا المركز الأول، شوفوا المركز الأول، الأسد الأسد الأسد، واللي غير الناوي 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 الناوي. شعار الغفراني، شعار الغفراني على مستوى المركز الأول، شعار بن شير على مستوى المركز الأول. هذا هو على المقدمة الناوي محمد بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري، بن شير على المركز الأول. تهانينا والناموس مالك الناوي، يهنيك الناموس يا بن شير على هذا الفوز. المركز الثاني وصل الأسد محمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي. المركز الثالث، المركز الثالث مذخور راشد بن هادف بن محمد بن بحسن بن ديلة، ومذخور لا زال مذخور حتى هذه اللحظة. المركز الرابع غيث زيد بن محسن بن عبد الله الانديلة المري. المركز الخامس
وصل فيه الفائز محسن بن سليم بن بخيت بن محمد بن خوار. هذه نتيجة هذا الشوط إخواني المتابعين. كان لشعار الغفراني حضورا مميز في هذا الشوط، وهني مالكي هذا الشعار الغني عن التعريف. 4:48 سبع أجزاء من الثانية. محمد بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري مالك الناوي من حقق ناموسا في هذا اليوم وفي هذا الصباح وأهداه لأبناء المملكة العربية السعودية. 4:49 55 جزء من الثانية. الأسد القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشعار محمد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي فاز وصيفا واحتل ثاني المراكز. تهانينا والناموس المركز الثالث، هذا هو مذخور. 4:54 78 جزء من الثانية مذخور لراشد بن هادف بن محمد بن محسن.